السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله يا ربي تكونوا بألف ألف بخير. اليوم جيتكم بنوع من أنواع الحلويات وهي حلوة الطابع، وهذه معروفة للجميع ومحبوبة للجميع، يعني يحبوها الكبار والصغار. والحين ما نطولش عليكم، نمشي ونشوفوا المقادير. واش نحتاج كامل؟ نحتاج إلى 6 حبات بيض من الحجم الكبير، كأس سكر، راني معبرة بهذا الكأس، هذا ما يعادل 250 غرام سكر، سكر عادي يعني السنيدة، بعتقد يقولوا لها السنيدة بالعربية والله يعلم، السكر عادي. كأس تاع الزيت، يعني الكأس اللي نعبر به السكر هو نفسه اللي نعبر به الزيت، وهذا ما يعادل 200 مللتر تاع الزيت. نزيد كذلك نصف كأس تاع مايزينا يعني النشا، دائما بنفس الكأس كما قلت. 2 أكياس تاع فانيلا ما يعادل 10 غرام، و3 أكياس تاع خميرة الحلويات ما يعادل 30 غرام، وكذلك أكيد قشور الليمون، وهذا باش يعطينا نكهة خاصة في الحلوة ديالنا. وفي الأخير نلموها بلافارين يعني بالدقيق. أما في التزيين واش نحتاجه كامل؟ كما قلنا نحتاج في التزيين الى 2 حبات تاع البيض، وكذلك الى قليل من الفانيلا هكذا ليكيد، وهادو تاع الحلوه، حبات تاع الحلوه هكذا للتزيين، تشكيله مختلفه والاختيار يبقى لك. والحين ما علينا غير نمشيو نشوفوا طريقه تحضير الحلوه ديالنا. اول حاجه نقوم بها وهي تجيبي اما الباتور اما كيتشن ايد، يعني الخلاط الكهربائي، وهذا باش نخلطوا البيض مع السكر، هذه كمرحله اولى، وهذا في يعني هو اساس نجاح الوصفه. كما راكم تشوفوا كما قلنا 6 حبات بيض، ونزيد معهم كاس السكر يعني ما يعادل 250 غرام سكر، كذلك 2 اكياس تاع الفانيلا اي ما يعادل 10 غرام، وهنا اخلاص نبلع يعني نغلق عليها ونخليها حتى يعني تجهز. راكم تشوفوا بعد ما البيض تاعي نخفق تماما وضعف الحجم ديالو، هنا خلاص راه جاهز باش نضيف له باقي المكونات على هذه الرغوه وهذه الحكمه في الكاطو. هذه هنا كما حنا نقولوا الحكمه هنا، وهذه باش يجيكم خفيف وهشيش وما يجيش ولا ما تجيش الحلوه ثقيله. عاد هنا نبدا نضيف باقي المكونات. يعني اما تستعملي هذه ولا الخفاق اليدوي احسن. قشور الليمون، اوكي ماما ها، اوكي ومن بعد نجيب مايزينا ونحط عليها كما قلنا 30 غرام، يعني 3 اكياس خميرة الحلويات. نفضل نعملها هنا هكذا، سيبا ماما خلاص.
نخلطها مع المايزينا عاده باش نضيف كلش خضره واحده. ماما نبدا نضيف شويه بشويه كما قلنا المايزينا مع الخميره الحلويات. رحمك الله رحمك الله ماما دواتينا ياس ماما دواتينا اوكي ماما وعاد الحين يعني في الاخير باش نبداو نضيفو الدقيق ولا لافارين باش نلمو العجينه ديالنا. انا الحين نواصل نضيف الدقيق كما قلنا بشويه بشويه كما راكم تشوفون نفضل اليد حتى تلم العجينه ديالي ورانا نتلاقاو ان شاء الله. ماما يس هاتي اوكي هاتي خلاص لميت العجينه ديالي وانا نفضل تكون شويه طريه يعني ما تجيش عاصيه بزاف تجي هكذا بهذا الشكل وخليتها ترتاح ربع ساعه. كنصيحه انا نفضل العجينه دائما اي عجينه تخلوها ترتاح على الاقل ربع ساعه باش هكذا تقدروا تستعملوها. ونزيد زدت وجدت كذلك طابع يعني اشكال مختلفه يعني الشكل يكون متوفر عندك يعني عامله القلب يعني اشكال هكذا مختلفه. والحين نمشي ونشكلوا الحلوى ديالنا. وفي الاخير نجيو لمرحله التزيين كما قلت لكم قبل راني عامله البيض مع قليل من الفانيلا وهكذا نبدا نطلي الحلوه ديالي من الفوق. ونزيدو نزينو بهادو الحبيبات تاع الحلوه ونقدروا كذلك نعملوا السكر العادي كما كانوا يعملوا يماتنا زمان هكذا برك بالسكر
ماشي ضروري تكون الحلوة، السكر العادي. وخلاص الحلوة ديالنا هذه هي، والحين ندخلها للفرن على درجة تكون متوسطة حتى من طيب، ورانا نتلاقى في آخر فيديو إن شاء الله. واخيرا هذا هو الشكل النهائي تاع الحلوه ديالنا، وهي حلوه الطابع كما راكم تشوفوا. شكلنا اشكال متنوعه وكاين اللي عملنا فيها حبيبات الحلوه، وكاين هذوك كما راكم تشوفوا اللي عملنا فيهم السكر، جاو هايلين كذلك. فوالا فوالا يجي هشيش من الداخل كما راكم تشوفوا. وهذه هي الوصفة اللي كانت عندي اليوم، واللي حبيت نبختاجيها معكم، واللي نتمنى ان شاء الله انها تعجبكم. وعليا ما نقول لكم الحين غير تبقوا على خير، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي.